ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بيكم على قناه بي مزه. الكريم ده انا جربته لبشرتي وحبيت اقول لكم عليه وافيدكم واقول خواصه وفوائده وتاثيره على البشره وعلى مشاكل البشره، ينفع لمين وما ينفعش لمين. بالنسبه ليا انا استخدمته لسببين. اول سبب بحطه بعد ما بخلص وبعمل جلسه الديرما رولر. تاني سبب ان انا الفتره اللي فاتت عملت تقشير كتير لبشرتي وحسيت انها مجهده وبدات تجف مني وتنشف، فالكريم ده جه في وقته، يعني ان هو عوضني الجفاف اللي حصل لبشرتي بنتيجة التقشير ورطب لي بشرتي وخلاها الحمد لله يعني خلاني راضية عنها نوعا ما. يعني الكريم ده هايل لانه بيدي ترطيب عالي جدا، مغذي ومفيد للبشرة، بيحتوي على اهم 3 انواع فيتامينات بتحتاجهم البشرة لتجديد الخلايا البشرة وشد البشرة وتأخير التجاعيد خصوصا الخطوط الرفيعة. الفيتامينات دي هي A و C و E، حتى هو اسمه سيلينيوم A C E كريم اهو، فيتامين سي فيتامين اي، اللي هم اهم 3 فيتامينات احنا بنحتاجهم، اهم 3 فيتامينات مضاده للاكسده، بيحموا البشره من اي اصابه باي مرض جلدي وخصوصا سرطان الجلد اللهم احفظنا. الكريم ده برشحه بقوه للبشره اللي فيها تصبغات جلديه وللبشرة المجهدة، البشرة اللي ما فيهاش نضارة وبيكون لونها باهت ومطفي. الكريم ده فعلا مع الاستمرار عليه بيحسن جدا من مظهر ولمعان البشرة، خصوصا لو حطيتيه كل يوم على بشرتك قبل النوم، وطبعا مع استخدام الغسول، يعني روتين كامل بتعمليه، مش هو بس ما بيبقاش لوحده، لازم تكوني بتستخدمي غسول كويس، لازم تكوني بتعملي ماسكات وسكربات من وقت للتاني، بتهتمي يعني ببشرتك. ومع الاستخدام الكريم ده هيحسن جدا جدا من جمال بشرتك وبيديها النضارة اللي هتحبي تشوفيها في بشرتك. هو اهو الكريم، المنتج ده جودته عالية جدا وافضل من جودة كريمات تانية كتير مستوردة انا جربتها، وكمان سعرها كان اوفر وفعاليتها اقل. يعني الكريم ده الصراحة هايل جدا وهينفعك جدا لو انت بشرتك جافة او يعني عاوزة تخلي بشرتك اكتر رطوبة اكتر ترطيب وطرية كده وجميلة، لان البشرة الجافة والبشرة العادية بتتشربه جدا بسرعة وبتستفاد منه بشكل افضل كتير. اسألوني انا، يعني انا بشرتي بتميل للجافة بتتشرب اي حاجة، البشرة الجافة دي ما بتصدق تلاقي كريم وبتتشربه، يعني ما بتقولش لا. بالنسبة بقى لصاحبات البشرة الدهنية هيكون تقيل شوية على بشرتهم، لكن مش معنى كده ان انت ما تستخدميهوش لو بشرتك دهنية، لا، يعني انت تستخدميه عادي ولكن بإضافة نقطة منه للكريم المرطب اللي هو مخصوص ليكي بتاعك اللي بتستخدميه لبشرتك الدهنية، فبتحطي منه نقطة من السيلينيوم اي سي اي على الكريم بتاعك بإيدك، تخلطيهم كويس مع بعض، يعني نقطة كده في إيدك وتقومي عاملاهم كده وتدهني بيهم وشك قبل النوم وكمان رقبتك. يعني هو حلو كمان جدا، عايزة برضو انبه على نقطة ان احنا ما ننساش الرقبة، الرقبة برضو مهم جدا، ان احنا زي ما بندوق وشنا الكريمات الترطيب والكريمات المهمة والمغذية، لازم كمان نحط على الرقبة، لان الرقبة برضو مع الوقت بتجف ويعني بيحصل برضو لها ترهل وبيبان فيها التجاعيد، فما ننساش دايما ندوق رقبتنا من اللي احنا بندوقه لوشنا. نسيت كمان اقول لكم الكريم ده مفيد جدا للناس اللي عندها اسمرار حوالين منطقة الفم، وكمان الناس اللي الشمس والمية المالحة بهدلوهم وحرقت لهم وشهم في المصايف، ده بيتحط كويس جدا وقت المصيف وبعد الخروج من البحر، لو حطيتيه مش هتلاقي اي اسمرار ولا اي حاجة. وكمان طبعا زي ما قلت مع روتين كامل انت بتستخدميه، فلو عملتي بالروتين الكامل ده مع استخدام الكريم ده يوميا هتلاحظي نتيجة هايلة وهيفيدك جدا جدا عن تجربة، ويا رب اكون فدتكم، ولو حابين تفيدوا غيركم شيروا الفيديو. باي باي.